سلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، فمنذ لقائنا الماضي ونحن ما زلنا نعيش تحت خيمة الموضوع أين الخير؟ هل الخير هو ما نراه؟ أم الخير هو ما قدر الله؟ قد نرى الأمر ظاهره الخير وهو يكتنز في باطنه شرا مستطيرا، وأحيانا نرى الأمر ظاهره سوء وفي باطنه الخير كله. والقصة أننا نحكم على الأشياء من خلال رؤيتنا، ورؤيتنا محدودة ظاهرية لا تعلم ما وراء الأمور ولا تقرأ العواقب، فالعواقب عند الله لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا إيش مصطفى ولا رطب سبحان الله وتعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. غالب القرآن، هذا من إعجاز القرآن. آخر آية تلاها أخونا القارئ تتعلق بالموضوع الذي نحن فيه. في اللقاء الماضي أطرنا الموضوع، رسمنا خط الجير اللي هنلعب فيه، وذكرنا ثلاثة نماذج من حياة سيدنا يوسف تؤكد الموضوع وتطبقه. والقارئ يقرأ اليوم آخر آية تلاها من دعاء الخليل عند بيت الله المحرم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الوادي الذي نقل إبراهيم إسماعيل وأمه إليه لم يكن فيه أنيس سوى السباع والوحوش والآسات، هذا يزأر وذاك يعوي
هذا يرغي وذاك يزبد، وكأنها صيحات إنذار تنبعث من هذه الوحوش الكاسرة لتهدد القائمين في هذا المكان أو في هذا الوادي. لما اشتدت الغيرة بالسيدة سارة بنت عم إبراهيم وزوجه، وطلبت إلى الخليل أن يباعد بينها وبين هذه الفتاة المصرية السمراء ومعها ولدها، تردد إبراهيم في الأمر. كان بين عاملين، عامل يدفعه لتنفيذ طلب السيدة سارة وهو حبه لها ورغبته في عدم إهانتها، وعامل يمنعه وهو أبوته وحنانه للغلام الذي رآه على الكبر، ورجولته ونخوته ومروءته وشهامته التي لا ترضى أن تلقي بهذه الفتاة التي أنجبت له قرة عين وصارت مسؤولة أمام الله منه، تقضي المروءة والشهامة ألا يهينها هذه الإهانة. في هذا الجو الخانق الذي يتردد إبراهيم فيه بين الأمرين، الدوافع والموانع، جاء توجيه الله من السماء: يا إبراهيم، خذ ولدك وأمه وأسكنهما بجوار بيتي الحرام. إبراهيم يحيا في الأردن، والبيت الحرام هناك في أقاصي وسط السعودية أميل إلى الجنوب. الأمر إلهي، أخذ ولده وامرأته وذهب بها بهما إلى جوار البيت. خلي بالكوا، آسيا مليانة ناس، آسيا مليانة ناس، البنت دي جاية من إفريقيا، جاية من مصر، ربنا جه وقت عاوز يعمر حوالين البيت الحرام. علم الله المطلق يرى أنه لا يصلح لهذه المهمة إلا هذه المصرية التي تنجح ولديها المهارات والمؤهلات والإمكانات على مقاومة شراسة الطبيعة ووحشة الصحراء، وعلى العيش وسط الوحوش والآساد، وأنه لا أنيس ولا جليس. هي تتكيف لأنها بنت مصر، اختارها الله عز وجل لهذه المهمة. فلما أناخ إبراهيم الإبل وأنزل هاجر وابنها وأنزل المتاع الذي صحبه معه، اتجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: ربنا، أنا رب عبد وأنت الإله الآمر، وقد أمرتني بما أمرت، وأنت تعلم حبي لهذا ولأمه وخوفي عليه وعلى أمه. ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع موحش، لا نبات فيه ولا قطر ولا أنيس ولا جليس، ربنا ليقيموا الصلاة، ألهمهم أن ينشئوا صلة بينهم وبينك، لأنه ليس هنا أحد ينشئون صلة بينه وبينهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إنه يخاف عليهما من الوحشة، من عدم وجود الأنيس، يخاف عليهما هذا الجو الذي لا صوت فيه إلا الوحوش. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هنا ما في زرع، بواد غير ذي زرع، هات لهم انت بقى الثمرات من كل فج عميق. هنا ما بينفعش زرع يثمر، هات الثمرات جاهزة لعلهم يشكرون.
شكل المسألة كده شر، أب ما عندوش غيره والبنت دي صغيرة ما بلغتش 18 سنة وهتقعد لوحدها ازاي في الجو ده، مفيش أنيس إطلاقا، وهيسيبهم ويمشي بالأمر، شكل شر. إنما لما تعرف الغيب بقى كان فيه إيه، كان فيه إن إسماعيل يكبر ويتجوز من جرهم العربية ويبقى ينطق العربية نطقا فصيحا صحيحا صريحا، ويتزوج منهم من الجراهمة، ويتتناسى الأمثال ليكون من هذه المصرية وهؤلاء العرب الأقحاح سيد الأنبياء وإمام المرسلين. يبقى لما إبراهيم جابهم على جمل أعرج حطهم هنا في الحتة الموحشة دي، إحنا نحكم بأنه كان شر ولا خير؟ شر. إنما الواقع طلع إيه؟ خير. هو ده اللي إحنا عاوزين نقوله. اعمل دراسة جدوى وخطط وأحكم الخطط ودبر وأحسن التدبير واعمل احتمالات خسارة ومكسب، كل الدراسات دي مشروعة لازم نعملها، لكن إذا حكمت إنه فيه شر هيحصل حسس على الخط بينك وبين ربنا، الخط مقطوع. مقطوع، سنتك سودة، ايوه سنتك زرقاء كحلي كمان. طب الخط فيه حرارة، يا رب يقولوا لك ان القطر السيب من اوسنا وجاي جري على الارض، يبقى ده خير. الحكاية كلها راجعة على الخط، في حرارة اطمئن، ما فيش حرارة ولو كنت في بروج مشيدة. الواد سقط، شوف الخط في حرارة. الخط ده يعني ايه؟ يعني شوف جواك، شوف قلبك، علاقتك ايه بالله، علاقتك ايه بالناس، علاقتك ايه بالكون. المعزة بتاعتك اللي انت عاملها عشان تعمل بقى عقيقة الواد حفيدك، طبطب عليها كده واكلها، ما تعطش. لو صليت 1000 ركعة وانت مهمل في المعزة دي، كل عام وانتم بخير. اصل الصلاة بتصلحك عشان تتعامل مع المعزة دي صح. اما تعاملت صح الصلاة ما اثرتش، انت صائد في الصلاة. ما احنا كلنا بنصلي، بس مش كلنا بنصلي، احنا كلنا هنا الراجل بيقوم ويقعد ويركع ويسجد ويقرا ونسمع، كلنا بنسمع وكلنا بنركع وكلنا بنسجد، لكن مش كلنا بنصلي. اللي بيصلي اللي الصلاة بتترك بصمات جواه بتحسنك. ولذلك انا قلت اكتر من مرة هنا على المنبر ده وانت خارج كده، شوف نفسك انت اتحسنت تبقى صليت، انت زي ما دخلت تبقى يا ريتك ما جيت. من الاخر، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبيقول عن النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي بيقول كلنا بنحب كأنهن بيض مكنون، والسمرة ملهاش سوء قوي عند الناس يا ولدها. النبي يقول لنا: رمكاء ولود خير من حسناء عقيم. شو الكلام؟ مش زي ما انت شايف، مش زي احكامك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.